بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب التاسع، باب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم والتسوية بينهما. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، رواه أحمد وأبو داود. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالحق والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله تعالى: باب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم والتسوية بينهما. هذه أيضا مسألة من مسائل القضاء والتقاضي، وما يصنعه القاضي حينما يأتي إليه الخصوم ويأتي إليه أصحاب الدعاوى، وهو أن الخصمين يجلسان. ولهذا في الحديث ابن زبير أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم والتسوية بينهما، بمعنى أن القاضي يجب أن يسوي بين خصوم في الجلوس وفي الحديث وفي النظرات وفي كل ما يجعل الخصمين يطمئنان له ويأمنان من حيفه أو ميوله إلى طرف دون طرف، فلا يظهر من أي تصرف يدل على ميوله مع أحد أو ضد أحد. أول شيء الجلوس. في قوله يقعدان وقف العلماء وقفة جميلة عند القعود، و بمعنى هم يعني الفقهاء رحمهم الله فهموا من لفظ القعود أنه يقعد بالفعل، يجلس جالس قاعد،
وجلسة فيها خضوع وفيها أدب وفيها يعني عدم استعلاء أو استكبار. لماذا؟ قالوا لأن المقصود هو إعزاز الشرع والرفع من مكانته، وأن لا يستعلي أحد على أحكام الشريعة حتى في الهيئة، هيئة الجلوس. وإذا كان كذلك كان هذا وثبت هذا، فلا بد أن يكون الخصمين أن الخصمين يقعدان قعودا، أو أنهما يجلسان مجلسا بحيث يتساويان في الجلوس ولا يتميز أحدهما، يكون واحد أمام القاضي والثاني بجانبه، أو يكون الذي بجانبه أقرب، أو يكون بحيث يكون يتميز في جلوسه. هذا لا يجوز، وإنما يقعدان مقعدا متساويا ويجلسان مجلسا متكافئا. فإذا قلنا كما فهم بعض العلماء أن القعود مقصود به القعود الحقيقي، من يقعد على مقعدته، وأن في ذلك وأن المقصود من ذلك هو خضوع المسلم للشرع ولا يستعلي عليه، هذا فهم. أولا المقصود القعود الجلوس بمعنى أن يتساويا في الجلوس، سواء جعلهما أمامه أو جعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، أو المقصود أن يكونا متساويين في الجلوس. وكذلك أيضا القاضي يجب عليه أن يعني يساوي بين الخصوم في الحديث والكلام والنظرات والتعبيرات، ويسمع من الجميع، وليس له أن يسكت أحدا دون الآخر، وليس له أن يسمع من واحد دون الآخر، هذا لا يجوز. ولهذا الحديث الأول حديث عبد الله بن الزبير قال: قضى رسول الله، قضى يعني أمر، قضى يعني أمر، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. فكما قلنا إذا فهمنا أن يقعدان القعود الحقيقي وليس المراد أي نوع من الجلوس، وإنما هو القعود، لأن تعرف اللغة العربية فيها قاعدة وفيها جلسة، وبعضهم يقول الجلوس يكون من قيام والقعود يكون من نهوض وهو مستلقي أو شيء، فقعد كان نائما فقعد، وإن كان قائما فجلس. أو أن المقصود القعود مطلق الجلوس، ولعل هذا أظهر، المقصود مطلق الجلوس، إنما أن يكون جلوس متكافئ، يكونان أمام القاضي أو عن يمينه وشماله، أو يعني حيث يرتبون ترتيبا لا يوحي بالتفاضل ولا يدل على أن أحدهما مقدم وأن الثاني مؤخر، حتى ولو جلسوا على كراسي ما يبدو أن يعني أن يعني المقصود حرفية القعود، وإنما المقصود هو التساوي في المجلس أمام القضاء. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول. ولم يقل كما سمعت من الآخر، ولم يقل حتى تسمع من الآخر، قال كما سمعت من الأول، تسمع من الأول ثم تعطي الثاني فرصة كما أعطيت الأول، وتسمع له كما سمعت، بمعنى ما يدل على يعني ضرورة التساوي. ثم قال: فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. أمران: أولا بالفعل ينبغي لي، وسوف يأتي معنا إن شاء الله يعني كثير في ما يسمى بتحرير الدعوة، المقصود أن القاضي يعطي فرصة
لكل من المدعيين أن يقول كل ما عنده، يعطي فرصة تامة ويسكت الآخر حتى ينتهي. ولهذا يعني بعض طرق القضاء يجعل أحدهما يتكلم الأول، اللي هو غالبا اللي يتكلم هو المدعي الذي يبدأ بالحديث المدعي، ثم المدعي عليه هو الذي يجيب، فيوجهك المدعي ما هي دعواك فيتكلم بالتفصيل، وقد يستفسر منه كذا كذا كذا، فإذا انتهى يقول انتهيت، حتى يقول نعم انتهيت، بمعنى أعطاه أدى كل الذي عنده. وغالبا إذا انتهى يقول إذن لا تتكلم، دع المدعي عليه يتكلم، بمعنى لا يقاطع أحدهما الآخر، يعطى فرصة ويأخذ كما يقال راحته في الحديث حتى ينهي كل ما عنده ويتكلم بكل ما عنده، ثم الطرف الآخر مدعى عليه أيضا يجيب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا كما سمعت من الأول، كما أعطيته فرصة كام أعطيته الفرصة تامة كاملة، كذلك الطرف الآخر أعطي الفرصة تامة كاملة. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنك إن فعلت ذلك تبين لك القضاء. وبالفعل يعني بإذن الله إذا القاضي أعانه الله سبحانه وتعالى وكان متجردا موضوعيا وهمه أن يسمع من هذا وهذا يفتح الله عليه، يفتح الله عليه ويسلم من الهوى ويسلم من، فيفتح الله عليه لأنه موضوعي ولأنه فعلا متفتح ليسمع من الجميع، فيفتح الله عليه في بيان الحكم. ولهذا الشيخ قال في الترجمة باب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم والتسوية بينهم. إذا عندنا موضوعان، موضوع الجلوس كيف يكون، وموضوع أهمية أن القاضي يساوي بين الخصوم. ولهذا جاء في حديث عند الطبراني من أم سلمة من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ومجلسه، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر. وأهمية أو ما ينبغي أن يكون عليه القاضي من حساسية شديدة نحو الحرص على ألا يشعر أحد من الخصمين أن له ميول، أن له ميولا هنا أو هناك، لأن إذا شعر يكون في اضطراب كبير على 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 على, على, على من 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 أحس أنه منتقص أو أحس أنه معرض عنه أو أحس أنه فعلا أن القاضي يميل إلى أحدهم دون الآخر يكون اضطراب شديد. ولهذا ينبغي أن يكون القاضي حريص جدا على هذا الموضوع، وإن كان سوف يأتي معنا من حق القاضي أن يسكت اللسان إذا تطاول. ولهذا لابد أن يكون كذلك أن يكون لمجلس القضاء هيبة، ولابد أن يحترم القاضي وتحترم المحكمة ويحترم المجلس ولا يتطاول، إنما إذا رأى أن أحد الخصوم المدعيين رفع صوته في غير مكانه أو من غير أو تطاول أو تطاول على مقام القاضي، لا هذا يسكت، بل حتى قد يعزر. مر معنا في درس الأمس حينما الأنصاري قال أن كان ابن عمتك قال فيه المجد وفيه من الفقه أنه أن الإمام يعفو عن التعزير، كان من حق الإمام لو أنه يؤدبه على اتهامه القاضي بالحيف مثلا، فلو تطاول أحدهم على القاضي لا شك أنه يسكت، والقاضي لابد أن يحفظ مكانة القضاء ومكانة المحكمة ومجلس الحكم. هذا شيء، وقضية العدل بين الخصوم في اللحظ واللفظ إلى آخره شيء آخر، لا
يعني بعض الخصوم حين يتطاول أو 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 حينما يعني يرى القاضي مؤدبا أو يرى القاضي وقورا يتطاول عليه، لا القاضي يسكته لتبقى المحكمة محترمة ويبقى يعني الفرصة للوصول إلى الحق أوسع. فالمقصود أن جلوس الخصمين أمام القاضي يكون جلوسا متساويا، والقاضي أيضا يجلسهما مجلسا متساويا سواء عن يمينه وشماله أو أمامه أو في بحيث يكون متوحدين في هيئة وكيفية الجلوس ومكانة الجلوس أو مكان الجلوس. وكذلك أيضا في هو القاضي نفسه يسوي بينهم في لحظه وفي لفظه وفي إشارته وفي رفع صوته وفي كل ما يعني ويطع الفرص للجميع بالتساوي إلى آخره. هذا هو المقصود في هذا الباب. نعم. الباب العاشر، باب ملازمة الغريم إذا ثبت عليه الحق وإعداء الذمي على المسلم. عن هرماس بن حبيب رجل من أهل البادية عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال للزمه، ثم قال لي: يا أخا بني تميم، ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ رواه أبو داود وابن ماجه. وقال فيه: ثم مر بي آخر النهار فقال: ما فعل أسيرك يا أخا بني تميم؟ وقال في مسنده عن أبيه عن جده وعن ابن أبي حضرد الأسلمي أنه كان ليهودي عليه 4 دراهم فاستعدى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن لي على هذا 4 دراهم وقد غلبني عليها. فقال: أعطه حقه. قال: والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها. قال: أعطه حقه. قال: والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها. قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر فأرجو أن تغنمنا شيئا فأرجع فأقضيه. قال: أعطه حقه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال 3 لم يراجع. فخرج به ابن أبي حضرد إلى السوق وعلى رأسه عصابة وهو متذر ببردة، فنزع الإمامة عن رأسه فاتذر بها ونزع البردة، ثم قال: اشتري مني هذه البردة. فباعها منه 4 دراهم. فمرت عجوز فقالت: ما لك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبرها، فقالت: ها دونك هذا البردة عليها طرحته عليه. رواه أحمد. وفيه أن الحاكم يكرر على الناكل وغيره 3. ومثله ما روى أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم 3، إذا تكلم بكلمة أعادها 3. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. قال رحمه الله: باب ملازمة الغريم إذا ثبت عليه الحق وإعداء الذمي على المسلم. معنى الترجمة أو معنى الكلام هذا هو أنه إذا كان لك حق على أحد من حقك أن تلازمه، بمعنى تمشي معه ولا تتركه حتى يقضي حقك، هذا يسمى ملازمة، يعني ما تفكه، تمشي معه في السوق في مكان بحيث إلى أن يؤديك حقك، وبخاصة إذا كان يعني قادراً، ولا إنظار المعسر معلوم أنه هذا هو السنة. لكن المقصود أنه يجوز لمن له حق على صاحبه أن يلازمه، بمعنى يكون مستمراً معه، يمشي معه حيث مشى ويسمع حيث مشى حتى يسدد حقه. قال عن هرماس بن حبيب رجل من البادية عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي، يعني لي عنده حق، فقال لي: إلزمه، يعني أمسك به إلى أن يسددك حقك.
ثم قال لي: يا أخا بني تميم، ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ هذا لطف من النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقة حكيمة في المعالجة. في الأول قال له: إلزمه، وهذا معنى لازمه. ثم قال بعبارة النوه فيها نوع من يعني إيحاء ما ينبغي أن تكون عليه، حتى وإن لازمته كن رفيقا. سماه أسيرا، فقال: يا أخا بني تميم، ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ عادة الأسير يكون حال ضعيف وحال من يستحق الشفقة. ولهذا في رواية: ثم مر بآخر النار فقال: ما فعل أسيرك يا أخا بني تميم؟ فلما يكون أسير يعني يستحق الشفقة. ولهذا قال العلماء: قد يفهم من هذا أنه إيحاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، يعني ولهذا قالوا: وكأنه صلى الله عليه وسلم يعرض بالشفاعة. يعني لكن الحق حق، إلزم إلزمه، لكن إذا رأيت أنه فعلا معز، إذا رأيت أنه يعني حتى ملازمة تكون ملازمة رفيقة، ما تكون أيضا لصيقة، هذا المقصود. يعني بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فتح الأمرين وبين: هذا حق نعم، ولكن أيضا أطلبه برفق، أطلب حقك برفق. وعن أبي حدرد الأسلمي أنه كان ليهودي عليه 4 دراهم، يعني اليهودي يطلب الصحابي أبو حدرد، أبا حدرد يطلبه 4 دراهم. طبعا الدرهم من فضة، الدرهم من فضة، 4 دراهم فضة. فاستعدى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى رفع الدعوة، اليهودي رفع الدعوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إن لي على هذا 4 دراهم، يعني وأنت القاضي أو الحاكم، يعني أطلب منك أن تتدخل لي تعطيني حقي، الرسول القاضي، وقد غلبني عليها، يعني يسوف ويعطيني ما أعطاني. فقال الرسول: أعطيه حقه، حكم طبعا، وهذاك معترف طبعا، ما منكر، إلا ممكن كان شيء آخر، أعطيه حقه، لأنه يعني بمعنى أن القضية ثابتة، القضية ثابتة، وإلا لو كان ثابتة قال أثبت ولا تبينه، لكن الحق ثابت. فقال: أعطيه حقه. فقال: والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها. قال: أعطيه حقه. قال: والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها، قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر، يعني في غزوة جاية، غزوة جاية نغنم فيها إن شاء الله، وأعطيه. قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر، فأرجو أن تغنمنا شيئا، يعني نحصل على غنائم وتعطيني وأنا أعطيه، فأرجع فأقضيها، يعني أعطيه حقه. قال: أعطيه حقه، بمعنى أن من عليه الحق إذا كان قادر على يسدد، يعني لا يقبل القاضي مجرد يقول أنا عاجز، لا، الرسول ما مع أنه قال ما عندي، قال: أعطيه حقه 3 مرات، بمعنى عندك قدرة أن تتصرف وسدد، مرة 3 مرات أعطيه حقه، مع أنه قال ما عندي، قال: أعطيه حقه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال 3 لا يراجع أو لم يراجع، معنى 3 حاسبة. فخرج به ابن أبي حدرد، راح السوق وعلى رأسه عصابة، يعني عمامة، وهو متزر ببردة، البردة نوع من القميص، فنازع عمامته
واتزر بها وباع البردة، لأن البردة أغلى يمكن تغطي تسدد الدين، فنزل فاتزر بها ونزع البردة، ثم قال اشتري مني هذه البردة، فباعها منه بأربعة دراهم، يعني سدد، يعني أخذ هذه مقابل حقه، أخذ البردة مقابل حقه أربعة دراهم لأنها تسويها يعني، فباعها منه بأربعة دراهم. فمرت عجوز من المسلمات الأنصار أو المهاجرين، فقالت ما لك يا صاحب رسول الله تعرفه، عرف هذا يهودي وهذا مسلم، فقالت ما لك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرها قال هذا قصة كذا كذا كذا، فقالت هادونك هذا برد عليها، هي برد أعطت إياه من يعني تبرعت به لها من أجل يعني طرحته عليه روح. قال وفيه أن الحاكم هذا الشاهد يكرر على الناكل وغيره ثلاثا، الناكل الذي ينكر يعني أو يقول ما عندي، يقول لا سدد ما عندي سدد، هذا التكرير. ولهذا قال أن 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 دعوة الإسعار لا تقبل بدون يعني بدون بينة، قال ما عندي، ما قبل رسول كلامه قال ما عندي، لو كل واحد قال من القاضي ما عندي قال لا يقبله، فلا تقبل دعوة الإسعار اللي ببينة، قال ما عندي قال أعطيه حقه، قال ما عندي قال أعطيه حقه ثلاث مرات. قال ومثله ما روى أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم ثلاثة ويتكلم بكلمة عادة ثلاثة، رواه أحمد البخاري وإلى آخره. لا يبدو الحديث الثاني هذا أنس قد لا يكون من باب يعني التكرار، هذا الرسول لا يكرر إلا يعني كما كلام الشوكاني كلام يعني الفقه فيه جيد، يقول أن تكرار الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم لعله في الأمور التي يريد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ عنه، أمور الدين وأمور وتنقلها الناس إلى بعضها بعضا، بخلاف الكلام العادي في المحاورات لا يكرروا ثلاثا، حدثوا مع الناس ويكرروا ثلاثا، إن من الأشياء التي تستدعي أن يكررها ثلاثا من أجل أن يبلغها الناس في أمور الدين في أمور الأحكام في أمور الأشياء تحتاج فعلا أن يفقهها الناس عنه صلى الله عليه وسلم. قال لعل هذا في الأمور التي يريد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ عنه وتنقلها الناس إلى بعضها بعضا، بخلاف الكلام في المحاورات التي تجري من دون قصد إلى حفظها لكونها ليست من الأمور الشرعية. ولهذا قال فلعل التكرار فيها لم يقع منه صلى الله عليه وسلم لعدم الفائدة في ذلك. ولهذا مثل تمثيل لطيف الشوكاني يقول مثلا لو أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن 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 أراد أن يخبر رجلا بأنه خرج إلى المسجد وصلى ورجع إلى بيته لن يقول ثلاث مرات أنا رحت البيت جيت أنا رحت جيت، لأن لا يترتب عليه أحكام، إنما يكرر ما كان يعني فعلا يريد أن يحفظ عنه وتتعلق بأمور الشرع. وأما قوله إذا سلم ثلاثا مو معه يقول السلام عليكم ثلاث مرات، لا قال لعله سلم يعني استأذن، الاستئذان ثلاث، والاستئذان صحيح ولا مانع أن نتكلم عن الاستئذان، لأن الناس أحيانا يعني ما يعني ينقصها الأدب في الاستئذان حقيقة، يعني الناس غير مهذبة كثير في تعاملها فيما بينها ولا سيما فيما يتعلق بالاستئذان. مثلا حينما تذهب إلى صديقك وتطرق عليه الباب تطرق ثلاث مرات فقط، إن
رد عليك وإلا انصرف ولا تلح وتجلس أمام الباب نصف ساعة تطرق الباب، لا، ثلاث مرات وتكون متفرقة إلى حد ما بحيث تطمئن إلى أن أنهم يعني سمعوا طرقك أو سمعوا استئذانك، حتى ولو كنت تعلم أنهم في البيت، حتى لو كنت تعرف أن صاحبك موجود في البيت وطرقت ولم يأذن، لا ينبغي أبدا أن يكون في صدرك حرج أبد. لماذا؟ أولا الاستئذان هو من أجل أن يأذن أو لا يأذن، لأن لو كان الاستئذان من أجل أن تدخل ما صار استئذان، إنما تستأذن. هل الاستئذان حتى يعني تستشعر هل الظرف مناسب وغير مناسب، فلو كان مناسب لا يدخلوك، غير مناسب. لماذا؟ إما أن يكون تعبان أو مريض أو عنده ما يشغله في بيته، عنده أمه مريضة، زوجته مريضة، ابنه مريض، عنده مشاكل، عنده أيضا مسؤوليات يبغى ينجزها في بيته، سموه فاتح بابه 24 ساعة للناس. شرع الاستئذان من أجل أن يأذن أو لا يأذن. ولو تأملت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. ثم قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هكذا يعلمنا ديننا أن نكون راقين، عندنا رقي في التعامل، رقي في الاستئذان، رقي في الألفاظ، رقي في الأدب، رقي في داخلنا. نقدر لصاحب البيت مشاعره ونقدر له ظروفه، فأنا ما استأذنت ليؤذن لي، استأذنت ليؤذن لي أو لا يؤذن لي، وإلا لو كان الاستئذان للدخول ما كان استئذانا، إنما استئذان لي. ولهذا قال العلماء لماذا ثلاثا؟ قال الأولى يسمع، والثاني يتأكد، والثالثة ليأذن أو لا يأذن. فأدب الاستئذان عجيبة ودقيقة جدا. أنا أرى منها حتى الهاتف، إذا اتصلت على صاحبك مرة مرتين خلاص، مرة معلق الجرس مرة مرتين ثلاث بس، ولا تصب أكثر من ذلك، لأن الحين شاف الرقم ما يبغى يترد عليك مثلا، إذا كان عارف رقمك ما يرد عليك، من حقه لا يرد، ما تقول لا والله شاف الرقم وفتح الرسالة ما رد عليك، ما رد عليك. فينبغي فعلا أن يكون مؤدب. الاستئذان هو من أجل أن يقول إيه أو لا، ويجب فعلا أن يكون عنده أدب راقي. نحن يجب أن نكون راقين في 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 تعاملنا، وأن نقدر إخواننا وظروفهم، ما 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 رد علي لأن له ظروفا وله فعلا يعني أسبابه وموانعه، كما قلنا قد يكون مشغول، قد يكون مريض، قد يكون ذهب أخذ أهله المستشفى، ولا أخذه لكذا، ولا أخذ طفله، ولا أخذ أمه، وقد يكون أيضا هو عنده مسؤولية ينجزها أخذها من يشتغل فيها. فلا ينبغي أبدا أن تقدر أخاك في ظرفه، وعلى هذا الاستئذان ثلاث، وكما أقول حتى في الهاتف ولا في الرسالة ولا في كذا ولا، فإن رد الحمد لله، وإذا ما رد عذره. وينبغي فعلا أن تحمل أخاك على المحمل الحسن مهما كان. الحاصل أنه من حق صاحب الدين والحق أن يلازم غريمه، وأن يكون يتابعه حتى يقضي دينه، ولكن كما يعني سماه النبي
صلى الله عليه وسلم أسيرا، يعني ينبغي متوازن بين أن تطالب بحقك وهذا حق، وأيضا ترفق بصاحبك إذا كنت فعلا تعلم أنه يعني غير مماطل. أما المماطل لا شك المماطل ظلم، مطل الغني يعني القادر ظلم، يحل عرضه عقوبته. أما إذا كان لا حاله متوسطة ولا صعب عليه ولا عنده دخل صحيح، لكن مسكين دخله ينفق على أولاده، مرتبه قليل، يعني ما تقول لا يا أخي مرتبك أنت كذا، مرتب يغطي نفقات المسكين. فينبغي الإنسان يعني يوازن. أما إذا كان لا غني وعنده هذا، نعم هذا نعم يعني قد تغلظ عليه حتى تأخذ حقه. الباب الحادي عشر: باب الحاكم يشفع للخصم ويستوضع له. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. قال: دع من دينك هذا، وأومأ إليه أي الشطر. قال: قد فعلت يا رسول الله. قال: قم فقده. رواه الجماعة إلا الترمذي. وفيه من الفقه جواز الحكم في المسجد، وأن من قيل له بع أو هب أو أبري فقال قد فعلت صح ذلك منه، وأن الإيماء المفهوم يقوم مقام النطق. قال: باب الحاكم يشفع للخصم ويستودع له، بمعنى أن القاضي إذا جاءه الخصمان معلوم أنه ممكن أن يجري الصلح بينهم أو يشفع. مثلا أنت نعم أنت صاحب حق ولك حق وهذا ثابت عليه الحق، فالقاضي يقول أو الحاكم يقول: ورأي فلما تتنازل عن بعض الشيء لعلك تعطيه بعض يأخذ البعض. فالقاضي ممكن الحاكم كما يقول أنه يشفع للخصم ويستوضع، يطلب أن يخفض في الدين المطلوب، يضع يعني يضع عنه، يستوضع يعني يضع عن بعض، يضع عنه بعض دينه. فقال عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا، يعني صار يطالبه في المسجد. تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما، وهذا طبيعي حين إذا الرجلان بينهما حقوق ثم أحدهما طالب حقه قد ترتفع الأصوات، إما لأنه أبطأ ما سدد أو تأخر عليه أو صدر منهما ما يستوجب أن فعلا يغلظ بعضهما على الآخر. قال: فارتفعت أصواتهما، هم في المسجد، في المسجد النبوي في المدينة عليه الصلاة والسلام، حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. معلوم أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم جنب المسجد، بيت الرسول صلى الله عليه وسلم بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مطلة على المسجد. فلما ارتفعت الصوت سمعهم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، يعني الحجرة على اليسار على المسجد. فالرسول فك ستاره وطلع عليهم، هذا كشف سجفة، حتى قالوا السجف لا يكون إلا إذا كان السترة من شقين، كان شقين يعني وطل من أبعدهما هكذا، وقد يكون أخرج رأسه إليهما. قال: حتى كشف سجفة أو سجفة حجرته فنادى: يا كعب، اللي هو صاحب الحق صاحب الدين. فقال: لبيك يا رسول الله. قال:
ضع من دينك هذا. وما إلى قال ما تكلم، قال مثلا نصف يعني أي شطر وعوم إليه. قال قد فعلت يا رسول الله، يعني رسول شفع تدخل قال خفض يسدد لك. ثم قال قم فقره، ما دام تنازل أمر الطرف الثاني قال سدد الباقي. الشاهد هو أن القاضي شفع للخصم اللي هو المطلوب المدين، وطلب أنه يعني يستوضع، يعني ينزل له شيئا من دينه. ولهذا قال الشيخ في المجد في فقهه قال وفيه يستنبط من هذا الحديث يعني فيه من الفقه أولا جواز الحكم في المسجد، يعني أن يتقاضى المتقاضي، لو أن الشيخ القاضي سمع الخصوم في المسجد، القاضي جاء عند القاضي وهو في المسجد وتداعيا يقضي بينهما. بل حتى العلماء قالوا حتى أن المسجد كان كل شيء، كان فيه تقاضي وفيه الدروس وفيه عقد ألوية الغزاة والمجاهدين، وأيضا فيه مجلس الشورى، وفي فكان مجلس المسجد يعني وظيفته أكثر من أنها لعبادة الصلاة فقط. وهذا حية يا أخواني، هذا يدل على شمول ديننا وكماله. ديننا دين الحياة، ليس طقوسا أو فقط ركوع وسجود أو 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 جلوس في محراب، وكهذا خير وطيب، لكن لا، الدين أوسع من ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل شأنك الإسلام دخل فيه، في أكلك، في شربك، في حضرك، في سفرك، في بيعك، في شرائك، في علاقتك مع والديك، مع إخوانك، مع جيرانك، مع زوجك، بل حتى حالات الجماع تدخل فيها وأدبك فيها. حتى قال وفي بضع أحدكم صدق، قال آيات أحدنا شهوته ويكون في أجر، قال نعم رأيت الوضع في وزر في حرام مكان عليه وزر. وفي حتى 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 معاشرة لزوجتك فيها أجر. فالدين دخل في كل شيء، ولهذا المسجد أيضا وظيفته في كل شيء، محكمة، عقد ألوية، مجلس الشورى، بيت علم، تدريس، دراسة إلى آخره، وعبادة واعتكاف. والشيخ يقول وفيه جواز الحكم في المسجد. وأن من قيل له بع أو هب أو أبري فقال قد فعل صح ذلك منه، يعني في الإجابة والقبول. قال الرسول قال له قال فعلت، فهذا كافي في القبول. وطبعا العلماء يقولون في العقود إجابة وقبول، تقول بعت تقول قبلت، أو كذا أو هبت تقول قبلت، أو أبرعتك قال. لكن قوله قد فعلت كافي. وأن الإيماء المفهومة يقوم مقام النطق، قال الإيماء ما دام المفهوم الإشارة مفهومة تقوم مقام النطق. ولهذا الأخرس إذا كان إشارته مفهومة يصح التعامل معه، خاصة أحيانا بعض الخرسان أذكياء جدا كما تعرفون، غالبا ذكي جدا، كثير من الخرسان لماح وتتكلم يفهم، تشير يفهم، وهو أيضا يعطي إشارات. فإذا كانت الإشارة مفهومة تكفي، سواء في البيع، في الشراء، في العقود، في غيرها. ولهذا يقول الشيخ هنا وأن الإيماء المفهومة يقوم مقام النطق. وإلى الأصل هو النطق طبعا، الأصل هو النطق،
لكن إذا كان الإيماء الإشارة تكفي إذا كانت مفهومة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.